السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا جهاز A1K عليه باسورد وهنفكه بدون حذف بيانات بطريقة سهلة جدا وعن طريق أداة سعيد صالح، وأداة مميزة جدا. وقلت يا جماعة الأداة دي حتى لو أنت بشغل أنتيفيروس بتشتغل معاك بدون أي مشاكل، وكمان أداة مميزة جدا عن باقي الأدوات اللي إحنا بنستخدمها من الميديا تك. تمام، زي ما أنتم شايفين كده الجهاز عليه باسورد وهنفكه بطريقة سهلة جدا. إن إحنا نقفل التليفون بتاعنا باور كده، نعمل غلط ونقفل الجهاز بتاعنا بالشكل ده كده. يا اما عايز تقفله اجباري بتضغط على الثلاث زراير وبعد كده تبقى ضاغط على زر تعليق الصوت خفض الصوت وموصل كابل يو اس بي عشان يلقط معاك في التبويد بعد ما تضغط ستارت في الاداه. تمام، عايز تعرف رقم الموديل للجهاز لازم تتاكد اللي هو سي بي اتش 1923. ما اعرفش الصوره واضحه ولا لا، بس هنحاول نوضحها. زي ما انتم شايفين كده بس الكتابه مفصوحه شويه، وبيبقى مكتوب هنا سي بي اتش 19 23. تمام، ده الموديل بتاعه. هنفصل الجهاز زي ما فصلناه كده وهنفتح الأداة بطريقة سهلة جدا أهي. تشغيل كمسؤول، لازم تشغل الأداة كمسؤول وبعد كده تفتح معاك الواجهة دي. اللي هتعمله هتضغط على أول اختيار، أول اختيار وتاني اختيار بيحذف الباسورد بدون حذف بيانات، بس أنا بستخدم الاختيار الأول على طول لأجهزة أوبو وريلمي. بضغط ستارت أهو. اول لما يقول لي اضغط على زر تعليق الصوت وخفض الصوت زي ما هو كاتب لك كده، وهنا منتظر انت توصل الجهاز، هبدا اوصل كابل اليو اس بي بس اهو، بس بكون ضاغط على زر تعليق الصوت وخفض الصوت مع بعض اهو. شايفين اهو، بضغط بايدي صبعي بضغط على الزرارين مع بعض اهو. شايفين اهو، بوصل كابل اليو اس بي، واول لما يحس باليو اس بي بشيل ايدي من الازرار اهو. تمام، ما قراش معايا، هبدا افصل تاني واتاكد تاني ان هو مفصول. تمام، واضغط على زر تعليق الصوت وخفض الصوت عشان الجهاز ده بيبقى غير الاجهزه التانيه مقرف شويه في توصيله اهو. هوصل الجهاز تاني زي ما انتم شايفين كده، ما قراش معايا ليه بقى؟ لازم نشغل الجهاز ونفصله اجباري. هنجرب كده تاني ونوصل كابل يو اس بي فيه اهو، هنقيد الزرار باور ونضغط على الزر تعليق الصوت وخفض الصوت اهو، زر تعليق الصوت وخفض الصوت، نضغط على زر الباور اهو، نفتح الجهاز الاول وبعد كده نضغط على ثلاث زراير اهو. تمام، نجرب نقيده الاول نضغط على ثلاث زراير عشان يفتح معانا، او زر تعليق الصوت مع زر الباور اهو. تمام، بص بقى لازم تتاكد، تمام، ان انت تكون مشغل اداه كمسؤول، لازم تكون متاكد اهو. هتاكد تاني برضو احتياط واجب، كليك يمين وتشغيل كمسؤول. ليه بقى؟ احيانا ممكن يظهر لك الخطا زي ده، ممكن ما يبوظش معاك، ممكن الاداه ما تفوتش معاك بسبب ان انت مش مشغلها كمسؤول. فانا عملتها كمسؤول تاني تاكيدا عشان نشوف الخطا سببه ايه. بنضغط ستارت تاني اهو، اول ما اضغط على زر تعليق الصوت خط الصوت هوصل الجهاز بتاعي. تمام اهو. طب انا اعمل ايه؟ اوصل الجهاز ازاي بقى؟ اوصل الجهاز كده اهو، تمام، وهضغط على الثلاث زراير افصله اجباري اهو. ده لو ما قراش معاك وهو مغلق وضغطت زر تعليق الصوت خفض الصوت، هتفصله بالوضع ده كده، هشيل ايدك من زر الباور زي ما انتم شايفين قرا معايا. تمام، ده لو ما قراش معاك وانت تضغط على زر تعليق الصوت خفض الصوت والجهاز مغلق، هتقيد الجهاز، واول لما الجهاز يشتغل معاك على الباسورد هتوصل كابل يو اس بي زي كده، سيبه متوصل وتبدا ضغط على الثلاث زراير. اول لما الجهاز في اجباري هتشيل ايدك من زر الباور بس، وهتسيب ايدك على زر تعليق الصوت وخفض الصوت. اول لما يقرا معاك على الاداه هتشيل ايدك، خلاص كده زي ما انت شفت. دي طريقه فك الجهاز الـ A1K لو بيعمل معاك مشكله زي كده. انا حاولت بس اوريكم في الشرح طريقتين، لو ما قراش معاك تعمل ايه في الطريقه الثانيه، انت لازم الجهاز يبقى شغال. على فكره اف 9 برضه ممكن يعمل تعمل معاه كده ويظبط معاك الاف 9. تمام، نجرب نفتح الجهاز بتاعنا، هو كده خلص معانا اهو، طالما ظهر لك الرساله ديت خلاص كده. طبعا هو هيدخل ريكفري ويفرمت الجهاز اهو، كده دخل ريكفري خلاص، احنا كده مش محتاجين الاداه. شكرا، هنستنى الجهاز يفتح معانا اهو. انا بحاول في معظم شرحاتي ان اوريك الخطا وتعالج الخطا ازاي.
انت ممكن تنسى الاداه اللي شغاله كمسؤول، يظهر لك خطا زي ده ما تبوتش معاك، تقول الاداه فيها مشكله، وممكن الجهاز اصلا لازم عشان يبوت معاك لازم تقفله اجباري وجهاز شغال عشان يبوت معاك، عشان التعريف بيهرب. طالما تعريف الجهاز بيهرب عمره ما هيبوت معاك، تمام؟ فاحنا زي ما احنا عملنا كده، الجهاز يبقى شغال واقف على الباسورد، نوصل كابل اليو اس بي بتاعنا ويكون ضاغطين على كلمه ستارت في الاداه وطالبه منك ان تضغط على زر تعليق صوت خفض الصوت. طبعا مش هيبوت معاك غير لما الجهاز يطفي. اول ما تقفل ثلاث زراير مع بعض، تضغط عليهم هما الثلاثه مع بعض، زر تعليق صوت وخفض الصوت والباور، الجهاز اول ما يطفي هتشيل ايدك من زر الباور، هتفضل ضاغط زر تعليق صوت وخفض الصوت، يبقى انت كده هيئته للتبويه. اول لما الجهاز يحس باليو اس بي هيبوت معاك، شيل ايدك من الازرار كلها، تمام؟ يبقى كده الجهاز هيبوت معانا بالشكل ده. كده كده في العمليه دي المفروض يحذف الباسورد بس بدون حذف بيانات، وده اللي هنشوفه دلوقتي بعد ما الجهاز يفتح معانا ونخش على مكالمات الطوارئ ونكتب نجمه شباك 812 شباك او نجمه شباك 813 شباك. او فتح معانا هنختار اللغه العربيه اهو، تمام، ونضغط التالي، تمام. طبعا احنا عشان نتخطى الواجهه دي، تمام، هنرجع لمكالمات الطوارئ زي ما احنا قلنا يفضل يعني، وتكتب الكود ده احسن اهو. لو ما كتبش معاك هتضطر تفكه عن طريق الاداه، لو عايز تفك الحساب جوجل من عن طريق الاداه عادي برضه، بس احنا بنكتب الكود ده عشان معظم اجهزه اوبو بتفتح معاك 812 شباك او 813 شباك، الاثنين بيمشوا عادي، تمام. لا ده لا ده، نجمه شباك 812 شباك او نجمه شباك 813 شباك، الاثنين 12 و13. فتح معاك، هننزل بالشريط الإشعارات على الإعدادات ونغير اللغة بتاعة الجهاز. طب نغيرها ليه بقى؟ عشان في ناس ما تخش على الجهاز مش هتعرف تغير اللغة، أحيانا بتبقى باللغة الصينية. هننزل كده ونشوف حرف الإيه اللي هو المربع ده اختصار اللغة أهو، طبعا بالصيني بيبقى باللغة دي، وبختار تاني واحدة وانزل تحت اختار اللغة العربية أهو، بين اللغة العربية أهي، وبعد كده بضغط دن، تمام، بضغط تأكيد اللغة العربية، وكده احنا ضفنا اللغة العربية. تعال نشوف الجهاز بتاعنا الموديل بتاعه ايه، تمام، حول الهاتف ونشوف الحماية بتاعته اهو، تمام، شايفين كده A1K CBH1923. زي ما انا قلت يا جماعة سيبك من الاسم الموديل خالص، اهم حاجة CBH1923 ده اهم حاجة في كل حاجة. لو انت عرفت ان السي بي اتش ده 1923 هتعرف الموديل ايه ومعالج ايه وكل حاجه، تمام. اللي زي ما انت شايفين كده رقم الاصدار اللي هو رقم السوفت وير بتاعه A40، ده المفروض اخر اصدار من السوفت وير كمان، فك اهو. طب تيجي نجرب بقى نشوف مسح حاجه من على الجهاز من غير ما نفتح صور ولا فيديوهات خاصه، هنحاول نخش على الملفات الجهاز عن طريق مدير الملفات، ماشي، او مدير الملفات اهو، موافق، ونشوف المساحه. طب انت شايف كده الصوتيات، صوره واضحه ولا لا؟ صوتيات 46، الفيديوهات 2، حسبه البرامج، نخش على حسبه البرامج، برامج اهي، البرامج اللي هي كانت متثبته عنده، البرامج قصدي اللي هو كان منزلها من على جوجل وكان مثبتها اهي، البرامج بتاعته اهي موجوده اهي، تمام، ما اتحذفتش. طب ايه في الحاله دي برضه عشان نعرف، في ناس بتسال كتير يقول لك ايه يعني انت دلوقتي العجاز مش هيتمسح كله؟ لا، ذاكرة الهاتف بس اللي مش هتتحذف، يعني حطيت صور فيديوهات برامج مش هتتحذف، اللي بتحذف الاسماء اي برامج مثبته على نظام الجهاز، بس الذاكره نفسها ما بتتحذفش زي ما انتم شايفين كده. طب احنا فاكرينها بطريقه سهله جدا وعن طريق اداه سعاد صالح، شكر خاص ليه. طبعا انتظروا التحديث الجديد للاداه، وهيبقى تحديث مهم جدا زي التفليش، وكمان عمل نسخه احتياطيه من ملفات السوفت وير وتفليشها كمان بطريقة سهلة جدا لمعالجات الكوالكوم ومعالجات الاسبريد ومعالجات الميديا تيك، وان شاء الله يبقى في تحديث قادم باذن الله، هيبقى تحديث يعني مميز جدا وكل الناس هتشتغل بيه. زي ما تشوف كده انا بعمل شرح على الاداه سعيد صالح، عشان فعلا لحد دلوقتي انا شايفها اداه مميزه جدا يا جماعه. وزي ما تشوف كده زي ما انا قلت، لما توفر جهاز يتم عمل شرح عملي على باقي الادوات الموجوده في القناه، تمام. وطبعا لو عجبك الشرح بتاعي ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس واعمل شير لاصحابك عشان غيرك يستفاد، وما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.